وفضل رمسيس ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، ماشي في الصحراء، يطلع له أسد يقتله، يطلع له غزال ياكله، يطلع له حصان يركبه، يطلع له كلب يعضه، يطلع له ناموس يقرصه. كلب ايه وناموس ايه؟ كلب ايه وناموس اللي هيطلعوا له في الصحراء يا اهبل؟ ايه دول؟ ما انت لسه مطلع يا عم اسد وغزاله في الصحراء، انا قلت لك حاجه؟ اهي لمطتك دي بقى اللي هتخليني مش هكمل لك اي حاجه. لا 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 انا اسف يا دول، انا غلطان، انا اسف. كمل يا دول، كمل والنبي. ياد انا بفيدك ياد في التاريخ ياد. المهم بقى، فضل رمسيس ماشي في الصحراء ماشي لغايه ما وصل لميدان رمسيس. لقى تمثال رمسيس، اتاكد ان هو ده الميدان، دخل المحطه، ركب القطر بقى الفرعوني يالا، ها، وداه لغايه الاقصر عند عيلته بقى تلم مع عيلته. عيلته دي يعني اللي هي الاسر يا دولا، زي الاسره اللي هي ال17 والاسره ال21 وكده هون. يخرب بيتك ابتديت تفهم يا ده رمز اهو. الله، تلميذك يا دولا، تلميذك. المهم بقى لما عيلته بقى اللي هم ايه، اللي هم نفرتيتي بقى على توت عنخ امون على خوفو على العيال دي كلها، واخد بالك، وراحوا خدوا حته ارض بقى من المحافظه وبنوا عماره فرعوني ضخمه كده اهو على النيل بقى في 6 اكتوبر، كانت زراعات لسه صحرا بقى، واخد بالك، وراحوا عاشوا بقى كلهم بقى هناك في العماره وقاعدين مع بعض بقى، لم شمل الاسره يعني كلها. يا دوله، يعني الاسره الاولى كانت ساكنه في شقه واحد، والاسره الثانيه كانت ساكنه في شقه اتنين وكده هون يعني، صح؟ يا ده انت تدرس تاريخ بعد كده يا، برافو عليك. رمسيس بقى كان ساكن في شقه 12 عشان هو الاسره 12 بس، كان هم بنيين العماره على شقه، فهو كان ساكن في السادس بقى. السادس دي عاليه قوي يا دوله، معلش بقى، ما هو الاسانسير بردك بيسهل. اسانسير يا هبل، ياد ايام الفراعنه من يجي بتاع 300 سنه على الاقل كان في اسانسيرات يا عبيد. امال يا دوله، امال ايه، كانوا بيطلعوا ازاي وينزلوا ازاي دول؟ ما عشان كده بقى يلا اخترعوا المسله، يحطوا المسله قدام العماره الفرعوني، يجي مثلا رمسيس رايح الشغل، مراته تحضر له الفطار وبتاع، يقول لها سلام عليكم كده، ويقوم ايه نازل واخد طرف المسله من فوق ويقوم الزحلق نزل على تحت، خد بقى العجله الحربيه اللي هي العربيه بتاعته دي، وطالع بقى على شغله في الوزاره وبتاع. الله يا دوله، الله. طب ويا دوله لما بيخلص بقى شغله ويجي مروح بقى يطلع ازاي؟ ما بيرجع بيرجع في الاسانسير، بيطلع ولا اهلا مطك دي اللي ولا مش هحكي لك حاجه تاني. يلا يلا، ايه دوله، انا عايز استفسر، بيطلع ازاي؟ انا قلت افيدك يلا، وانت مش عايز تستفيد اطلع بره. يلا دوله، عايز استفسر بقى. ما تستفسرش، اطلع بره. خد 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 خد، تعال تعال. عايز ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ بحس. يلا غور بقى من وش، غور من وش. واما تيجي هبقى احكي لك يلا بتاعت اخناتون يلا. انهي دي يا دول؟ اللي هم كانوا سايبه مش عايزين يجوزوه، اللي هي البت اللي كان بيحبها وبتاع. بيت يا دول. يلا اتكل على الله. بره يلا. انا الدكتوره هبه المنصوره. اهلا وسهلا حضرتك دكتوره، انا مش عيان يعني. I'm a psychiatrist حضرتك، وبدور عليك من زمان. يعني ايه؟ يعني دكتوره نفسيه. دكتوره نفسيه حضرتك؟ طب وانا مجنون يعني ولا ايه؟ لا حضرتك فاهمني غلط، دي الشهادات اللي بتثبت ان انا متخصصه في علم التعايش. شهادات، واضح ان انت مقدمه على وظيفه. لا العنوان غلط حضرتك. مش حضرتك الاستاذ عادل سعيد؟ الله، ده انت عامله تحريات عني بقى. لاني عاوزاك في موضوع خطير. موضوع خطير ايه؟ هنهرب اثار ولا ايه؟ بعدين دلوقتي هدرسك. تدرسيني ايه حضرتك؟ هو انا كيمياء عشان تدرسيني؟ لا حضرتك راجل وعايش مع ستات، يعني قمه في التعامل مع التعايش. قمه مع التعامل مع التعايش. بعد اذن حضرتك، يعني انا مش فار تجارب عشان تعملي عليا دراسه حضرتك. يعني يا استاذ عادل، انا بالف كتير. وانا مش صاحب مطبع، مين اللي قالك عليا؟ ولاد الحلال هم اللي دلوني عليك. دول مش ولاد حلال، دول ولاد حرام. وشخصيه سايكوباتيه كمان، ده شيء هايل هايل. سايكوباتيه لعلمك بقى، انا ممكن اقلب شخصيه بتنجانيه وممكن اتهور على اي. لا انا هتهور عليك هنا. تهور على مين؟ انت مين؟ حضرتك اشتريت تمثال قط ابيض، اروح البيت الاقيه اسود. اسود ايه وابيض ايه؟ اكيد حضرتك كان معاك حاجه سوداء بقى قعدت عليه. لا انتوا اساسا مستقصديني. يا عم مستقصدينك ليه؟ بقول لك ايه، مفيش تمثال واتكل على الله. لا لازم اخد حقي. تاخد حقك يعني ايه؟ مفيش حق واطلع بره بدل ما اضربك. انت بتسوقني والله العوره. تعور مين انت؟ تعال ورينا تعورني ازاي. طبعا انت هتشهدي باللي انت شفتيه. ما اضمنش. يعني ايه ما تضمنيش؟ انت جاي تتعلمي الندله عليا ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ابوس ايدك. هو انت كنت وافقت اني ادرس حالتك؟ انا سامعه انك عايش في وسط ضغوط كتير. ايوه بس الضغط المره دي ممكن يدخلني السجن. يا عم السجن للرجاله. يعني ايه؟ يعني انت مش هتشهدي معايا ولا ايه؟ مصلحتي فوق كل شيء. ماشي، عموما اللي ملوش اهل الحكومه اهله. انت المجني عليه؟ ايوه يا باشا انا المجني عليه. مش بكلمك انت،
ايوه يا باشا انا المجني عليه اللي قدامك ده اهو انقض عليا زي الفك المفترس. بص سيادتك بيقول لك ايه بيغلط او الحق بان له واحده وسبحان الله الحمد لله يعني بيقول لك الفك المفترس، ومن المعروف ان حيوان الفك المفترس حيوان مفترس يعيش في البحر الاحمر، وبهذا الواقعه حصلت في البازار، وبهذا يكون هذا المتهم اتجن عليا والسلام عليكم. السلام عليكم. استنى هنا تهجمت عليه ليه؟ حضرتك انا ما تهجمتش عليه، ده هو اللي دخل عليا البازار وهو اللي تهجم عليا الاول. سيادتك يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول يا باشا. والله يا باشا هو اللي تهجم عليا الاول، وبالاماره حتى اسال رمزي. مين رمزي ده؟ رمزي حضرتك ده المساعد بتاعي، بس هو ما كانش موجود معايا ساعه الخناقه يعني. واساله ازاي اذا كان هو ما شافش حاجه؟ اضربوه بقى واضغطوا عليه وكهربوه لغايه ما اعترف كل حاجه. الورق اللي عندي بيقول ان في شهاده معاك، مين هي؟ انا يا حضره الضابط، وهشهد بكل حاجه لانه القانون لازم ياخد مجراه. انت هتعملي فيها امينه رزق. خلي بالك انت الشهاده الوحيده وشهادتك دي هتحدد مين الجاني ومين المجني عليه. الاستاذ عادل ايه هتهزري ولا ايه؟ الاستاذ عادل ده. طب وابحاثك ايه ودراساتك نسيتي ولا ايه؟ هتسيبني ادرس حالتك؟ كل اللي انت عايزاه اعمليه براحتك. هتستحمل؟ هستحمل، ده انا مستحمل رمزي مش هستحملك. هتتعب. ولا يكون عندك اي فكره يا حضره الضابط. الشهاده هتقول شهادتها. شهادتك يا دكتوره. انا ممكن اعرف عنك كل حاجه. حضرتك انا ممكن افضلك نفسي ساعه كل يوم اسمعك فيها ما يطلبه المستمعون. ساعه مش كفايه لاني هشتغل على محورين. محورين اللي هما ايه حضرتك؟ اول حاجه اني ادرس حالتك، تاني حاجه اني اصلح من شخصيتك السايكوباتيه. تصلحي من شخصيتي يا حضرتك؟ انا شخصيتي كده عجباني. يبقى خايف لا تنكشف. انكشف ايه؟ ده كلام فارغ. ده ايه اللي بتقوليه ده؟ العيال الصغيرين لما بيغلطوا بنقول لهم ده كده غلط ونصلح لهم. حضرتك ده بالنسبه للعيال الصغيرين، انت شايفه ان انا عيل صغير؟ ما انا شنب اهو، كان عندي شنب وحلاق. ده مجرد تشبيه. حضرتك كده شكلك جايه تهزري. خلاص بلاش، اطلع على النيابه واقول لهم. لا حضرتك نيابه ايه؟ عيب ان دكتوره حضرتك زي في مقام حضرتك تروح النيابه؟ عيب يعني؟ ما انت اللي مش راضي تقتنع. هم يومين استحملهم ويا دار ما دخلك شر. ما الشر دخل خلاص حضرتك. يعني عموما ايه المطلوب مني؟ انك تتعاون معايا. حاضر هتعاون معاك. وتعمل كل اللي انا بقولك عليه. كل اللي بتقوليه عليه لا دي ما اضمنهاش. هروح النيابه. اضمنها برقبتي. تروح تقول لهم في البيت ان انا جايه من محافظه عشان ادرس حالتكم واديكوا شقه. موضوع الشقه ده من امتى؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ بتحدف كتاكيت تلات اوض وصاله يا سناء. والله ما انا عارفه يا ابني هتعمل ايه في الشقه لوحدك لما نسيبها ونمشي. افهم من كده ان الاستاذ عادل شخص انطوائي؟ لا لا يا حبيبتي، عمره ما لبس طوائي. طوائي؟ ما شاء الله يا ماما دايما بتنصفيني كده الحمد لله. طب ولما كبر كانت شخصيته بتميل للعنف؟ نيفر ايفر بيبي، ده ما فيش زيه، ده زوج مثالي طول عمره كده يعني هادي كده واليف. اليف؟ انت بتتكلمي على قطه، فاضل تقولي ان انا ما بخربش يعني. طب عمره ما زهق واتعصب عليكم؟ ولا ليه ولا لا، ده اوفر ومقفر في كل نرفزاته على طول كده يعني، لكن على طول كان بيهدى شويه يعني. وياسمين كان بيذاكر لها؟ هو بابا لما بيرجع من الشغل بيقول انا تعبان وماما هي اللي بتذاكر. انا متهيألي بقى يا جماعه تقوموا بسرعه بقى تحضروا الاكل عشان هي تاكل وتلحق تروح يعني. بس انا لسه ما عرفتش عقدتك. حضرتك عقدتي ايه؟ مفيش اي عقده ولا اي حاجه الحمد لله، وحضرتك انستينا وشرفتينا ونورتينا واديك عرفت المطرح وسلام عليكم. ايه ده وبدري كده؟ طب يلا مع السلامه، براحتك موبايلات بقى. عادل انت بتطردها ولا ايه؟ مش بطردها ولا حاجه، بس هي مستعجله لانها لازم تلحق مترو الانفاق، لازم تروح لاهلها بدري يعني. ما تحملش هم، انا قاعده معاكوا شويه كمان وانت تبقى توصلني بعربيتك بعدين. ده انت داخله على طمع بقى. انت بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. اهلا وسهلا بحضرتك، وحبدي احضر لنا العشاء بقى. عادل احضر العشاء يعني ولا؟ يا ماما حضري العشاء عشان تلحق هي تتعشى وتروح منوره.